إذا سافرت أكثر من 83 كيلو متر فهل يلزمني محرم مع العلم أنني في داخل البلد وهل يجوز اعتبار جماعة من النساء الثقات مكان المحرم؟ المحرم إنما يلزم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، قد حدده العلماء بمسافة 80 كيلو فأكثر، أما كان دون 80 فإنه لا يعد سفرا، ولكن إذا كان على المرأة خطر في خروجها وذهابها فإنها لا يجوز لها ذلك ولو كان هذا دون 80 كيلو نظرا للخطر ونظرا، والمرأة مهما بقيت في بيتها فهو أحفظ لها، وعدم الخروج لها من بيتها أستر لها، وإنما تخرج الخروج الذي ليس عليها فيه خطر وليس فيه فتنة لها أو لغيرها. أما الجماعة من النساء فلا تقوم مقام المحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع المحرم، ولم يجعل الجماعة من النساء بديلا عن المحرم، والمحظور موجود ولو كانت مع جماعة من النساء، لأن المحرم من الرجال الذين هم من محارمها وأقاربها يغارون عليها ويحفظونها ويصونونها، خلاف الجماعة من النساء فإن النساء ضعيفات وهن بحاجة إلى المحرم، فكيف الذي هو بحاجة إلى المحرم يكون محرما لغيره؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.